بيان مضحك جدا من إثيوبيا بخصوص التفاوض بشأن سد النهضة، وللأسف الكاميرات تكشف تفاصيل غرق شقيق فنان مشهور في ترعة المريوطية. وعاجل السعودية تأخذ حق مصر، ننشر لحضراتكم التفاصيل. وهام أطباء يردون على سؤال دلال عبد العزيز عن سمير غانم. وعاجل تنفيذ أول قرارات الرئيس السيسي بشأن جيهان السادات. وهام جدا الإعدام لمواطنين بسبب قضية هزت مصر. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار. اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار، واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل 1000 لايك على هذا الفيديو. قبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر وانتوا قدها وطنيين. نبدأ بتفاصيل أول خبر معانا، وبيان مضحك جدا من إثيوبيا بخصوص التفاوض بشأن سد النهضة. الخارجية الإثيوبية طلعت علينا ببيان مضحك وقالت إن إثيوبيا بتسعى لإنهاء مفاوضات سد النهضة بنتائج مقبولة بشكل متبادل، وتدعو مصر والسودان للتفاوض بحسن نية لتحقيق هذه العملية. وجاء في بيان الخارجية الإثيوبية بشأن استئناف المفاوضات الثلاثية بقيادة الاتحاد الإفريقي، المفاوضات الثلاثية حول سد النهضة الإثيوبي الكبير بين إثيوبيا ومصر والسودان جارية. وتابعت الخارجية في بيانها: لكن من المؤسف أن نشهد أن المفاوضات قد تم جرها وتسييسها، وقد أوضحت إثيوبيا موقفها مرارا وتكرارا أن هذا غير مفيد، وأن طرح الموضوع على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كان غير مفيد وبعيدا عن ولاية المجلس. ولفت بيان الخارجية إلى أن العملية التي يقودها الاتحاد الإفريقي هي وسيلة مهمة لمعالجة مخاوف كل طرف، منوهة بأنهم تمكنوا من التوصل إلى فهم بشأن عدد كبير من القضايا من خلال هذا العدد. البيان أكد على التزام إثيوبيا بتحقيق العملية الثلاثية بقيادة الاتحاد الإفريقي بهدف الوصول إلى نتيجة مقبولة بشكل متبادل. كما أكد البيان استعداد إثيوبيا للعمل على النهج المرحلي الذي اقترحه رئيس الاتحاد الإفريقي، وتشجيع مصر والسودان على التفاوض بحسن نية لتحقيق هذه العملية. مصدر معنا كم الخارجية الإثيوبية، طبعا يعني بيان مضحك جدا يبين لك الكذب الإثيوبي تجاه هذه القضية والتعنت والمراوغة و يعني كلام كتير يطلق على هذه الدولة بشأن يعني المفاوضات وما حدث وما سيحدث. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر مضحك، اللي أعتقد بنسبة 100% إن الرئيس السيسي لما يعني جي يقرأ الرسالة دي يعني ضحك. دي وجهة نظري، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وللأسف الكاميرات تكشف تفاصيل غرق شقيق فنان مشهور في ترعة المريوطية. أجرت الجهات المختصة في مصر معاينة تصويرية لحادث مسرع شقيق المطرب رامي صبري غرقا في ترعة المريوطية بمنطقة البدرشين بالجيزة. كشفت المعاينة أن المتوفى يدعى كريم صبري، وأنه كان نزيلا في مصحة لعلاج الإدمان، وأثناء محاولته الهرب من المصحة قفز في ترعة المريوطية ولفظ أنفاسه الأخيرة. 120 ثانية كانت هي المدة التي رصدت تفاصيل مسرع كريم صبري شقيق المطرب رامي صبري، حيث تبين أن المتوفى كان يحاول الهرب من إحدى المصحات المخصصة لعلاج الإدمان والقريبة من ترعة المريوطية، وأنه قفز بها ولم يتمكن المارة من إنقاذه. وتحفظت الجهات المختصة على الكاميرات ومدتها 3 دقائق، وتتبعت قوات خط سير المتوفى، وتبين أنه كان في مصحة لعلاج الإدمان على بعد أمتار من الواقعة، وانتقلت إلى المصحة وبدأت في مناقشة عدد من العاملين والتحفظ على أوراق المصحة لبيان عما إذا كانت مرخصة من عدمه. وبالتزامن مع انتشار قوات الشرطة في مسرح الجريمة، حضر فريق من النيابة العامة وبدأت في استكمال الفحص والمعاينة، وتمت مناظرة جثة المتوفى، وقررت النيابة عرضها على الطب الشرعي لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، وناقشت أسرة المتوفى للوصول إلى أي معلومات عن المتوفى، ولا تزال التحقيقات مستمرة. مصدر معانا كان من الوطن، ربنا يرحمه ويغفر له ان شاء الله. طبعا لا نقصد يعني التشهير بالمتوفى
كريم صبري شقيق المطرب رامي صبري، يعني احنا هدفنا ان احنا ننشر المعلومة فقط وتفاصيلها حسب كلام النيابة العامة والداخلية المصرية وحسب المصادر. مرة تانية يعني ربنا يرحمه ويغفر له ان شاء الله ويجعله من اهل الجنة. ننتقل مع بعض الخبر اخر، وعاجل السعودية تأخذ حق مصر. و أعلنت وزارة الداخلية السعودية إعدام مواطن سعودي بمحافظة الرئيس بمنطقة القصيم تنفيذا لحكم القتل قصاصا نتيجة قتل جاني مواطنا مصري الجنسية. وفي بيان لها قالت وزارة الداخلية السعودية أقدم عبد العزيز ابن جزاء ابن عبد الله الحربي سعودي الجنسية على قتل فتحي محمد محمود عوض مصري الجنسية، وذلك بطعنة بسكين 3 طعنات أدت لوفاته، مشيرة إلى أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني وأدى التحقيق معه إلى توجيه الاتهام له بارتكاب جريمته. الداخلية أضافت بإحالته الجاني إلى المحكمة العامة صدر بحقه حكما يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله قصاصا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمرا ملكيا بإنفاذ ما تقرر شرعا. والبيان قال تم تنفيذ حكم القتل قصاصا بالجاني عبد العزيز ابن جزاء بن عبد الله الحربي يوم الاثنين 2 ذو الحجة 1442 هجريا الموافق 12 يوليو 2021 بمحافظة الرس في منطقة القصيم. المصدر معانا كان من صحيفة سبق، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وأطباء يردون على سؤال دلال عبد العزيز عن سمير غانم. بدأت الفنانة المصرية دلال عبد العزيز في الحديث مع الأطباء بعدما كانت متواجدة بشكل مستمر على جهاز التنفس الصناعي لفترة طويلة بعد إصابتها بالوباء. نقلت صحيفة الوطن المصرية عن مصادر وصفتها بالمقربة قولها إن دلال عبد العزيز بدأت تشعر برحيل زوجها، ولكنها تحاول أن تكذب إحساسها وتتردد في حديثها الذي لا يطول كثيرا، حيث تقول دوما أنا راضية بأمر الله. وأشارت إن الأطباء أخبروا ابنتيها بأهمية عدم تأكيد شعورها بوفاة زوجها حتى لا يؤثر عليها ويقلق رغبتها في تلقي علاج، ومحاولة على أن زوجها على قيد الحياة وفي حاجة لها، ما يجعلها متحمسة للعلاج والخروج من المستشفى. الصحيفة أضافت إن دلال عبد العزيز كلما تحاول السؤال عن زوجها الفنان سمير غانم يكون رد ابنتيها دنيا وإيمي عليها أن حالته الصحية غير مستقرة ولا تختلف كثيرا عن حالتها، بالإضافة إلى أنه غير قادر على الحديث. وأصيبت الفنانة دلال عبد العزيز بالوباء بعد الانتهاء من تصويرها مسلسلها الرمضاني ملوك الجدعنة من بطولة عمرو سعد ومصطفى شعبان، فيما توفى الفنان سمير غانم عن عمر 84 سنة ربنا يرحمه إن شاء الله. المصدر معانا كان من الوطن، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وعاجل تنفيذ أول قرارات الرئيس السيسي بشأن جيهان السادات. وضعت أجهزة محافظة القاهرة في مصر اسم الراحلة جيهان السادات قرينة الرئيس الراحل أنور السادات على محور الفردوس تنفيذا لتعليمات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. توفيت جيهان السادات الجمعة الماضية عن عمر 87 سنة، وقد لقى نبأ وفاتها اهتماما واسعا من وسائل الإعلام العربية والأجنبية، كما أبرزت تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي للراحلة من خلال منحها وسام الكمال وإطلاق اسمها على محور الفردوس بالقاهرة. مصدر معانا كمل اليوم 7، ربنا يرحمها إن شاء الله ويجعلها من أهل الجنة، ويرحم يا رب الشهيد أنور السادات ويجعله إن شاء الله من أهل الجنة ومن أهل الفردوس بإذن الله. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وهام جدا الإعدام لمواطنين بسبب قضية هزت البلاد. صدقت محكمة جنايات الزقازيق في مصر على قرار مفتي الديار المصرية بالإعدام شنقا للمتهمين الأول والثاني في واقعة قتل الشاب السيد سعيد شهيد لقمة العيش. المحكمة قررت إعدام المتهمين بعدما قام بقتل المجني عليه والتخلص من جثته بمصرف بدائرة مركز أبو كبير لسرقة التاكسي الخاص به، وعاقبت المتهم الثالث بالسجن 15 سنة وهي أقصى عقوبة لكونه صغير سنا أو تحت سن قانوني. ووصفت النيابة الجريمة بالشنعاء وأن الجناة تجردوا من الإنسانية وارتكبوا الجريمة وقاموا بتمثيلها أمام النيابة، وهذه الجريمة تتطلب عقوبة رادعة وهي عقوبة الإعدام شنقا للمتهمين الأول والثاني
وأقصى عقوبة للمتهم الثالث لكونه حدث. تعود أحداث الواقعة لشهر مارس من عام 2020، عندما ورد بلاغ بالعثور على جثة سائق تاكسي مقتولا في ترعة أبو الأخضر بالقرب من عزبة أبو خليل بأبو كبير، وتبين أن الشاب من قرية بني شبل بالزقازيق مقيم بالمجاورة 15 بالعاشر من رمضان، عثر عليه مقتولا. تم انتشال الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى الزقازيق العام تحت تصرف النيابة العامة. التحقيقات أفادت أن اسم ثاني العاشر من رمضان قد تلقى بلاغا من حاصل على ليسانس 41 سنة مقيم بدائرة القسم أنه سلم سيارته الأجرة تاكسي لسائق 22 سنة مقيم بدائرة قسم أول العاشر للعمل عليها وعدم عودته، ثم اتصل به عدة مرات وتبين غلق هاتفه المحمول. تحريات فريق البحث الجنائي أسفرت عن تحديد مكان السيارة بدائرة مركز ميد غمر بالدقهلية، حيث تم ضبطها وبداخلها المتهمين عاملان مقيمان بدائرة مركز أبو كبير بالشرقية. بمواجهتهما أقر بقيامهما بالاتفاق مع عامل آخر مقيم بدائرة مركز أبو كبير على استدراج أحد قائدي سيارات الأجرة وسرقته كرهاً عنه وبيع السيارة واقتسام ثمنها فيما بينهم، وأنهم بتاريخ الواقعة توجهوا لمنطقة مفارق الحي 14 دائرة قسم ثاني العاشر من رمضان واستوقفوا المجني عليه حال قيادته السيارة المشار إليها بزعم توصيلهم لقرية الرحمانية دائرة مركز أبو كبير. وبعد سيرهم بطريق بدائرة مركز أبو كبير طلب أحدهم من السائق التوقف لقضاء حاجته، وحال توقفه تعدوا عليه بالضرب بقالب طوب على رأسه فأودوا بحياته وألقوا جثته بترعة ولاذوا بالهرب بالسيارة وتوجهوا لمكان ضبطهم للتصرف فيها بالبيع، وأرشدوا عن مكان الجثة بترعة بدائرة مركز أبو كبير. وبعد تقنين الإجراءات القانونية قررت النيابة شمال الشرقية إحالتهم لمحكمة الجنايات. مصدر معنا كامل اليوم السابع، وأترك لحضراتكم التعليق. ربنا يرحمه يا رب إن شاء الله ويجعله من أهل الجنة، ويعني ربنا جاب حق الشهيد لقمة العيش. يعني بالمناسبة هو يعتبر من أبناء مدينتي، فربنا يرحمه إن شاء الله. ويعني تحية كبيرة للقضاء المصري على إظهار الحق وتحقيق العدالة. وننتقل مع بعض الخبر أخير معنا، واجتماع مصري إسرائيلي بننشر لحضراتكم التفاصيل المهمة. أكد المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية ألون أوشوبيز أن ملف الأسرى والمفقودين كان مدار بحث اللقاء بين وزير الخارجية يائير لابيد ونظيره المصري سامح شكري. متحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ كان قد أكد على هامش زيارته الحالية إلى بروكسل. وزير الخارجية سامح شكري يلتقي نظيره الإسرائيلي يائير لابيد. أضاف أن شكري أكد خلال اللقاء على ضرورة التحرك العاجل نحو حل حالة الجمود الراهن بين الجانبين الفلسطيني وكان الصهيوني، وصولا لإطلاق مفاوضات سلام عادلة وشاملة. مصدر معنا كان من صحيفة مكان، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. جينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار البسيطة، أتمنى أكون خفيف على حضراتكم وتقلتش عليكم إن شاء الله، وأشوفكم في فيديو جديد وقريب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.